مرتش يحاول تهدئة اللعب قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة. تردد اللاعب في الدخول بعتي للكرة، الهدف الثالث، والهدف الثالث من حيماني. خطأ في دفاع فريق اتحاد البوليدة، وحيماني يتمكن من توقيع الهدف الثالث، وكأن لومير كان يتابع في هذه اللقطة. كرة طويلة من ناتاش، مباشرة صوب الهجوم من ناتاش من ناحية تجايبة، انفرد بالحارس خلادي، ابعاد سيل الكرة من الحارس خلادي، يلحق على الكرة مرة أخرى طيايبة، يرجع الكرة وحيماني بتسديدة قوية يتمكن من مباغة الحارس خلادي ودفاع فريق اتحاد البوليدة. نشوف اللقطة، هاي الكرة من تمريرتين فقط، كرة طويلة من اللعب من حارس ناتاش داخل منطقة العملية، يلحق عليها طيايبة، ابعاد سيل الكرة من خلادي، هنا يتمكن طيايبة من إرجاع الكرة بذكاء إلى الخلف، وفي المتابعة حيماني وبتسديدة قوية لم يترك المجال للمدافعين وللحارس خلادي، ويوقع الهدف الثالث في الدقيقة 70 من المباراة، ومن الشوط الثاني في الدقيقة 25 من الشوط. فريقهم رشيد محمدات بالعودة إلى المباراة إلى 90 دقيقة. ربما بالنسبة للشوط الثاني شاهدت فقط الهدف الثالث الذي جاء على إثره، اللقطة التي جاء على إثرها الهدف الثالث لشباب قسنطينة. أنا نقدر نقول الخطأ كان من الحارس، حارس اتحاد البوليدة. نعم الخطأ كان من الحارس الذي يعني تسرع ولم يحسن ضرب الكرة، وهو ما سمح لطيايبة بأخذ الكرة مرة ثانية، وبذكاء كبير جدا تمكن من تحويل الكرة إلى حيماني الذي بخبرته استطاع أن يودع الكرة في شباك حارس فريق اتحاد البوليدة. وفرحة عناصر شباب قسنطينة طبعا، وتجاوب من أنصارهم في المدرجات